السلام عليكم متابعي مينتك، معكم أحمد أبو جميل. بهذا الفيديو حاب أحكي لكم عن تجربة استخدام الجهاز الجالكسي A30 الابن الأوسط لعائلة جالكسي A2019. في البداية حاب أذكركم تعملوا سبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لتكونوا جزء من مجتمعنا التقني مع أكثر من 3 مليون متابع. هاتف جالكسي A30 جهاز متوسط المواصفات، وسلسلة A بشكل عام تعتبر بديل جيد بسعر معقول لهواتف سامسونج الرائدة ضمن فئة الجالكسي S. جهاز الجالكسي A30 بيجي بالمواصفات التالية: شاشة سوبر أمليد بمقاس 6.4 إنش مع تصميم إنفينيتي U، معالج إكسينوس 7904 8 نواة، معالج رسوميات مالي G71MP2، ذاكرة عشوائية بين 3 أو 4 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأولى بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F1.7 والثانية عدسة ألترا وايد بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة F2.2. بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، مدخل سماعات 3.5 إنش وبصمة أصبع خلف الجهاز. بالنسبة لتصميم الجهاز والشاشة، بس تشوف جهاز الجالكسي A30 لأول مرة رح تعتقد أنه أحد الهواتف الذكية الرائدة، فهو بيجي بشاشة كبيرة بقياس 6.4 إنش، ولما تحمله راح تشعر بخفة ونحف الجهاز حيث ببلغ سمكه فقط 7.7 ملم. التصميم أجا ملائم لعام 2019 بشكل عام، حيث تبدو الشاشة مع أقل قدر من البزلز أو الأطراف الجانبية، وعلى الرغم من عدم تصميم الغطاء الخلفي من الزجاج أو المعدن كما هو الحال في جالكسي S10 مثلا، إلا أنه منظر الجهاز لطيف من الخلف. تيجي الشاشة مع نوتش بسيط أطلقت عليه سامسونج تصميم Infinity U. بالنسبة للألوان والتباين على شاشة الجهاز فهي جيدة جدا، وخصوصا أنه الشاشة سوبر أموليد، وهذا بيخلي الجهاز مناسب لاستهلاك محتوى الفيديو. من الأسفل في عنا منفذ سماعة الأذن 3.5 ملم ومدخل الشاحن واللي هو من نوع USB Type-C. أزرار التشغيل والتحكم في الصوت كلها موجودة على الجانب الأيمن للهاتف، ومن الخلف عنا مستشعر البصمة واللي كان أداؤه ممتاز جدا. أما بالنسبة لأداء الجهاز، تستخدم الشركة معالج إكسينوس 7904 8 نواة مع ذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت، والجدير بالذكر أنه هذا المعالج هو نفسه المعالج اللي بتستخدمه سامسونج على هاتفي الجالكسي M20 وM30. المعالج ما في أي مشكلة مع الاستخدام اليومي، لكن عند تشغيل لعبة قوية مثل لعبة ببجي ممكن تحس أنه المعالج عم ببذل جهد كبير تخلي اللعبة تشتغل بشكل جيد. وبننتقل للحديث عن الكاميرات. يعتبر جالكسي A30 هاتف رائع للتصوير بسعر معقول، فهو بيجي مع كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأولى بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F1.7 والثانية عدسة عريضة ألترا وايد بدقة 5 ميجا بكسل فتحة F2.2، وبتغطي هاي العدسة 123 درجة من مجال الرؤية مثل كاميرا جالكسي S10. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجا بكسل، وبشكل عام أداء الكاميرات جيد. أما بالنسبة للبطارية، فبحمل الجهاز بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، وبستطيع هاتف جالكسي A30 أن يدوم يوم كامل من العمل بسهولة. وبدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط. وبنيجي للخلاصة، في هذا العام غيرت سامسونج طريقة لعبها في الفئة المتوسطة بشكل جذري، فهي تعمل الآن لإرضاء المستهلكين من الشباب، وهاتف جالكسي A30 هو خطوة في الاتجاه الصحيح مع التصميم الجذاب ونظام التشغيل الجديد واجهة One UI. وبالمناسبة، واجهة استخدام One UI الجديدة تعتبر واحدة من أفضل واجهات الاستخدام الأكثر ترتيباً وأناقة بين الأجهزة اللي بتعمل بنظام أندرويد اليوم. لكن في الوقت نفسه، إذا كنت من محبين الألعاب الموبايل الكبيرة، ننصحك باستخدام هاتف جالكسي A50 اللي راح تنزل مراجعته الأسبوع القادم إن شاء الله على القناة. وهذا كان كل شيء لهذا الفيديو. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي إياه في التعليقات تحت وراح نرد عليكم على الأكيد. كان معكم أحمد أبو جميل، في أمان الله.